ملخص كتاب حكمة نفال. كتاب حكمة نفال هو محاولة للغوص بأحد الأدمغة الفريدة في عالم المال والاستثمار، ألا وهو دماغ نفال. نفال رافيكانت رجل أعمال ومستثمر هندي أمريكي، وهو المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي السابق لشركة أنجل ليست. اشتهر بتغريداته التي جذبت الكثير من المؤثرين والمهتمين حوله عن المال والأعمال والحرية المالية والثراء والسعادة والسلوك البشري، كما يطرح أفكاره ببساطة دون تكلف أو تفصيل، ويترك للقارئ حرية الفهم والتطبيق. أجرى فيما بعد عدة مقابلات اغتنمها المحاورون في محاولة فهم كلماته وما يرمي إليه، مما ضعف الفائدة من تغريداته وعزز وسهل فهمها. في هذا الملخص نقتبس أهم أفكار نفال التي ناقشها ذات مرة في برنامج الحوار الجماعي كلوب هاوس، وقد تم نقلها بتصرف مع أهم تغريداته في الملف المرفق بدعم من فريق نيو فيرستي بيرس. هذه ليست نصائح، وإنما يلزم لنقل فكر نفال لإضاءة أو قدح شرارة لك حين تقرأ لا أكثر. ولكي توفر الوقت بأخذ الخلاصة، لم يكتفي أندرو عند حد الاستفادة العملية من حكم نفال، بل تجاوزها إلى عقل نفال، وهو مشروع شمل كل ما كتبه أو قاله نفال في تغريداته. وجمع أندرو ورفيقه الاستضافات التي يظهر فيها ورتبها ليناقش فيها المال والأعمال والسعادة والنجاح من وجهة نظر نفال، وكأن القارئ يتمشى حرفيا داخل عقل نفال. واستخدم لذلك مشروع أوبسيدان، يعتمد مشروع أوبسيدان على فكرة تنظيم الأفكار في عقل رقمي ثاني يشبه العقل البشري. يعاني الإنسان من الانتقال اللحظي من فكرة لفكرة، مما يخلق ضعف التركيز وتشتت، وربما تشتت لخطرات إبداعية لن تعاد مرة أخرى. يمكن في مشروع أوبسيدان إضافة الأفكار وتفريعها وربطها مع غيرها بشكل بسيط وسلس لتعود لها متى احتجتها. لو عدنا إلى عقل نفال، نرى أندرو نظم أفكار نفال ضمن مجلدات تحمل أسماء أكثر الأفكار طرحاً. نبذة تعريفية عن الكاتب نفال. هو رجل أعمال ومستثمر شهير أمريكي، وهو المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي السابق لشركة أنجل ليست. لقد استثمر في مرحلة مبكرة في أكثر من 200 شركة، وله حساب على تويتر مشهور باختزاله الحكمة، ينشر به خلاصة تجاربه وحكمته بشكل بليغ ومختصر، ولعله من الصعب إيجاد ترجمة نزيهة لكلماته المختارة بعناية شديدة. بعض الاقتباسات من كتاب حكمة نفال: إن لم تستمتع بكوب من القهوة لن تستمتع باليخت. لا يفتقر البشر لمصادر التعليم المجاني، ذلك أن التعليم المجاني متاح بوفرة في كل ربوع الإنترنت. ما يفتقر له البشر هو الرغبة في التعلم. المفرطون في التعلم، أي المتعلمون بزيادة، أسوأ ممن لم يتلقوا ما يكفي من التعليم، ذلك أن مفرطي التعلم قايدوا الحس السليم بوهم أنهم يعرفون. قد لا يكون مشروعك أيا كان ذلك المشروع مشروعا تقنيا، لكن لا مناص له من أن تدخله التقنية عاجلا أو آجلا. قبل أن تبحث عن ملائمة منتجك للسوق، أي أن منتجك عليه طلب أم لا، تأكد أن عندك ملائمة بين شغفك ومنتجك، ذلك أن الريادة يا عزيزي رحلة طويلة.
انتشار التقنية وكونها بين متناول العموم يتيح لأي شخص أن يكون صانع محتوى أو رائد أعمال. هكذا ندرك أن المستقبل أكثر إشراقاً مما يتصوره الكثيرون. عند العمل أحط نفسك بناس أنجح منك، وعند اللعب أحط نفسك بناس أسعد منك. أينما يتوجه عقلك فثم ضع مالك. ذات مرة قال نيفال رافيكانت المستثمر ورائد الأعمال: كي تؤلف كتابا عظيما عليك أولا أن تصير ذلك الكتاب. عندما يتم تدريس المعرفة التخصصية يكون ذلك عبر التلمذة لا المدارس. المعرفة التخصصية غالبا ما تكون تقنية أو إبداعية، لا يمكن فيها الاستعانة بالمصادر الخارجية أو الآلات. تقبل المسؤولية وخاطر في الأعمال باسمك، سيكافئك المجتمع بمنحك المسؤولية والأسهم والنفوذ المالي. سيبدو بناء المعرفة التخصصية كاللعب بالنسبة لك، لكنه كالعمل للآخرين. تجد هذه المعرفة بالسعي وراء شغفك وفضولك الحقيقي، لا ما هو رائج الآن. المعرفة التخصصية هي معرفة لا يمكن أن تتدرب عليها. إذا كان بإمكان المجتمع تدريبك، يمكنه أن يدرب أي شخص آخر واستبدالك. سلح نفسك بمعرفة تخصصية أو مسؤولية ونفوذ. تعلم البيع، تعلم الإنتاج. إذا استطعت فعل الشيئين لا يمكن لأي شيء يقافك. تجنب شراكة المشككون والمتشائمون، معتقداتهم نبوءات تحققها ذواتهم. اختر شركاء عمل ذوي ذكاء عالي وطاقة، وقبل كل شيء النزاهة. العب ألعابا متكررة. جميع العائدات في الحياة سواء في الثروة أو في العلاقات أو في المعرفة تأتي من الفائدة المركبة. وسع الإنترنت المجالات المتاحة للمهن والأعمال. الكثير من الناس لم يدرك ذلك بعد. اختر مجالا وأشخاص يمكنك أن تراهن عليهم على المدى البعيد. اترك من يسعون بحثاً عن المكانة حصولهم على هذا يكون بالهجوم على من يسعون بحثاً عن الثروة. باقي اقتباسات الكتاب: التعلم بالقراءة أسرع من الاستماع، التعلم بالفعل والتطبيق أسرع من المشاهدة. يجب أن تكون مشغولاً جداً على أن تعد القهوة مع احتفاظك على جدول منظم. تعلم الاقتصاد الجزئي، نظرية اللعب، علم النفس، مهارات الإقناع، الأخلاقيات، الرياضيات والحاسوب. لا توجد مهارة اسمها أعمال بيزنس. تجنب دروس وفصول الأعمال ومجالتها. الحكم الجيد يتطلب خبرة، لكن يمكنك الوصول لذلك بشكل أسرع بتعلمك لمهارات أساسية. إذا كنت غير قادر على البرمجة، اكتب كتباً ومدونات، سجل فيديوهات وبرامج صوتية. جيوش من الروبوتات أو الخدمات التقنية متاحة لك الآن بشكل مجاني، استخدمها. الكود والميديا مصادر نفوذ لا تحتاج لأن يأذن لك أحد بها، هم مصادر النفوذ للأثرياء الجدد. يمكنك أن تبني برمجية ووسيلة إعلام تعمل من أجلك وأنت نائم. رأس المال والعمالة مصادر نفوذ يجب أن يؤذن لك بها. الجميع يسعى بحثا عن رأس المال،
لكن على شخص ما أن يعطيه لك. الجميع يسعى ليقود، لكن شخصا ما يجب أن يتبعك. العمالة تعني وجود أشخاص يعملون لك. إنها أقدم وأكثر أشكال النفوذ أشكالا. النفوذ بالعمالة قد يدهش والديك، لكن لا تقضي حياتك سعيا وراءه. أعطني رافعة طويلة بما فيه الكفاية ومكانا لأقف عليه وسأحرك الأرض. أكثر الأشخاص تحملا للمسؤولية يمتلكون علامات تجارية فريدة وعامة وخطرة. أوبرا، ترامب، كانيه، إيلون. تقبل المسؤولية وخاطر في الأعمال باسمك، سيكافئك المجتمع بمنحك المسؤولية والأسهم.